هذه بيت ساحور القديمة. طيب الشيء اللي قدرت أقعدها؟ وعندي دار نفس الشيء قديمة، اللي بيجي بيتفرج عليها بقول لك تجنن. وين البردويل يا معلمي؟ البردويل ابن عمي؟ اسمع، انت سكرتني، تطلع من هذا الشارع تنزل وتقفل عند بير السيدة، بعدين تاخذ يمينك وتغرب لا زال يوم عبد لك. تعرف ايش واحد اسمه حنا برهم؟ ابو عيسى؟ هذا ايش؟ فؤاد ابو سعده. تحت؟ ذاك في قطر في الثمانات؟ والله ما بعرف وين باقي مسافر، بس هو باقي مسافر بعرف. والله ما بعرف. بعدين اشتغل مع المان هنا في الكنيسه. ايوه. طب هذا وين طريقه؟ بقول لك بس عندي بردويه، دار قدام شويه. يعني من هان؟ لا من هون مش تقدر، نطلع من هون. نطلع من هان. من هون بتاخذ يمينك بتظل لازعني مفترق. طيب. طيب. شكرا جزيلا. هلا هلا محشوره المنطقه. طيب شكرا. هلا هلا والله. بس بتجنن. هلا. محشوره. نقعد نيو سنة، شو بجيبنا هالحرصة؟ طلع شو بجيبنا هالشوارع؟ دار أبو سعدة. كيف حط صارته؟ كيف فاتها بحب سيارته؟ والله العظيم تمرين. الله هلا على اليمين ولا لا لقدام؟ لا كانك على اليمين. لقدام على دار أبو سعدة، هذاك الشارع الرئيسي. شو البردوية يعني البردوية؟ العارف سوبر ماركت منه. ايوه هاي هم حاطينها. شوف شوف هالبلد، هاي الكنيسة ومن هنا هيك هي بعدنا محيط الكنيسة بيا الآن ها بئر السيدة لا حقل الرعاة وهذا الشرطة هسه بتروح على اليمين على البلد. ايوه والله انا خايف ابعدنا هاي الكنيسه طيار السيده زي بتاع السيده يا الله والله شايف ضيعت دفتري بجنب غلب ضيعت دفتر قال لي بتروح على اليمين بعدين لا مش من هنا. نمت آية وراء. تسأل نمت. لا. طبعا. قال على البردوي. وين البردوي؟ جزء بعدنا. اسأل عنه. أنا بعدنا. وين البردوي اليوم؟ وين الدكتور عشمان؟ وين الدكتور عشمان؟ والله. ممنوع تدخل البلد. ايوه من هان ليش؟ من هان انا كنت في حيطان بعد فوق فوق البلد معك ايش تلفونه؟ لازم كل دفتر كل دفتر التلفونات راح في الميه حقل الرعاة لا 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 لا